السلام عليكم، معكم مدونة ايتونز كويت. اليوم راح نستعرض كاميرا الجو برو هيرو 3 بلاك اديشن. كاميرا جو برو هيرو 3 بلاك اديشن كاميرا غنية عن التعريف، معروفة انها متخصصة في تصوير الرياضي او تصوير الاكستريم سبورت. الكاميرا ضد الماي، ضد الكسر، ضد الصدمات. كاميرا تتحمل تصور فيديو فوتوغراف بعدسة وايد انجل. الكاميرا هذه متوفرة بثلاث اصدارات، الوايت اديشن والسيلفر اديشن والبلاك اديشن. الفرق بين هذول الثلاثة ان الوايت اديشن تكون الريزولوشن مالها اقل شوية، والسيلفر اديشن تكون الريزولوشن شوية افضل من الوايت اديشن، والبلاك اديشن معروفة ان هي التوب والافضل. اذا انت تبي تشتري انا انصحك تروح على البلاك اديشن، لان الفرق اللي بينهم بسيط جدا. سعر الكاميرا 168 دينار في الغانم وفي المواقع اللي موجودة في الانترنت مثل يو باي، بلينك، اكسايت، هذه المواقع متوفرة بهذا السعر. لكن إذا أنت تبي تطلبها تقدر تطلبها من أمازون، متوفرة ب 399 دولار، سعرها مناسب. أنا أنصحك تطلبها من الانترنت على أساس أنك أنت تستفيد من السعر الرخيص. نبطل مع بعض هذه الكاميرا ونشوف شنو تحتوي عليها هذه الكاميرا وشنو يجي معاها داخل العلبة. يجي معاها ريموت كنترول، ويجي معاها القاعدة الخاصة فيها، وهي أساسا تي في الكفر البلاستيك مثل ما أنتم شايفين. هذا الكفر بحيث أنه إذا طاحت منك الكاميرا أو إذا دخلتها في الماي ما تتأثر وما يحوشها أي ضرر. طبعا هذا المانيوال مالها، فيها وايرلس تقدر تشبكها على الايفون او اجهزة الاندرويد، فيها ابليكيشن تنزله على الاندرويد او تنزله على الايفون، وتقدر تنقل الصور من الكاميرا لجهازك على طول. طبعا هذه قاعدة حق الكاميرا إذا بتركبها على هلمت أو إذا بتركبها على خوذة أو بتركبها على سيكل أو قاري تقدر تركبها. هذا ستيكر ذهني تشيله وتركبه على المكان اللي تبيه، وبعدين مجرد ما أنك أنت تثبت الكاميرا بهذا المكان راح تثبت معك. هذه قاعدة إضافية لها، هذه القواعد الخاصة فيها، وصلت اليو اس بي الشاحن إذا تبي تشحنها، عندك هذه وصلة يو اس بي ثانية خاصة فيها، البطارية، عندك الغطاء اذا انت حاب انك انت تصور في مكان خارجي. هني لاحظ معي الغطاء بهذا المكان مفتوح، عندك هني اماكن مفتوحة، هذا على اساس انك انت تصور والمايك يسجل بصوت واضح. اذا صورت في الكفر اللي هي مركب عليها لاحظ معي مسكرة، فراح يكون الصوت شوية مو واضح أو الصوت النقاوة مالته قليلة. نبطل الكاميرا. هذا الريموت كنترول الخاص فيها بحيث أنك أنت تشغلها أو تسجل أو توقف التسجيل أو تصور تصوير فوتوغرافي عن طريق هذا الريموت. طبعا هذا الريموت ما يجي الا مع البلاك اديشن، او انك انت تشتري بروحه اذا شريت الاصدارات الثانيه اللي هي الوايت او السيلفر اديشن. لاحظ معي هذه هي الكاميرا مثل ما انتم شايفين بهذا الشكل، هذه القاعده مالتها. هذه هي كاميرا الجو برو هيرو 3 بلاك اديشن مثل ما انتم شايفين، هذه الاغراض اللي تي معاها في العلبة. نشوف مع بعض فيديو موجود اللي هو الدعاية الخاصة في هذه الكاميرا. راح أحط لكم هذا الفيديو، شوفوا نقاوة التصوير، شوفوا تصوير الجو برو هيرو 3 شلون واضح وشلون هي وايد أنجل وشلون تصور في أعماق البحر.
وشون هي مقاومة للصدمات ومقاومة للسقوط من أماكن عالية. نشوف مع بعض الفيديو. أتمنى أن هذا الاستعراض ينول إعجابكم. إذا عجبكم هذا الاستعراض سووا لي لايك وسبسكرايب، إذا ما عجبكم هذا الاستعراض سووا لي ديسلايك. نشوفكم في فيديو شرح ثاني. شكرا ومع السلامة.